منظر جميل للطيور. صح، قاعد تبتسم على الطيور ولا؟ أنا قاعد ابتسم لان قاعد اوري الدكتور المنظر يعني الحلو فعلا. هذا اللي وراه. نعم. بس لا ننسى ان ايضا نبتسم للمشاهدين، ودائما في كل صباح في برنامج صباح الخير الكويت في لقاءاتنا نستمتع معاكم ومع هذه الاجواء الجميله. لكن شوي ضيفنا ترى مو مرتاح، يقول برد. اول شيء الشيء بشيء يذكر من لا يشكر الناس لا يشكر الله. شكرا لمعهد الكويت للابحاث العلميه على استضافتهم لنا، وامانه الطاقه الايجابيه اللي قاعد نستمدها كل يوم والتفاؤل الجميل من خلال هذا المنظر واللقطات الجميله اللي قاعد ياخذها مخرجنا منذ انطلاقه البرنامج. اليوم نتفق جميعا مشاهدينا في امراض وراثيه وضغط سكر، لكن في امراض تجينا بسبب نقول سوء تغذيه، طريقة تغذية غلط، ما في حمية، ما في ممارسة رياضة. فإحنا نقول نحن اللي جنينا على أجسادنا وإصابتنا في هذه الأمراض. راح نتكلم عن مرضين: ارتفاع الأملاح بالجسم، لا تأكل لحم يقولوا لك، بس في أشياء اللحم مظلوم يمكن يكون أيضا بالموضوع هذا. وأيضا راح نتكلم عن الجلطات وعن أمراض اللي تصيب جسم الإنسان، ولكن السبب الرئيسي وهو سلوك غذائي خاطئ. وفي شيء مهم يا افتخار، ان بعض الامراض ان احنا نسببها على انفسنا من خلال المعلومه الغلط اللي ناخذها من اشخاص قد لا يكونون مختصين. هذه بنعرفها ان شاء الله مع الدكتور غانم السالم اللي دائما ما يكون ضيفنا ونستمتع في الحوار معاه، استشاري مرض جهاز هضمي اكيد، ويعني نسمع المعلومات الصحيحه والدقيقه منه. فنبي الفرق منك دكتور بين الاملاح والكوليسترول. تفضل. صباحكم الله بالخير. صباح النور. صباح الخير على المشاهدين الكرام، ومنزل مبارك. الله يسلمك. خوش مكان ما شاء الله، وفي نوع من يدخل السرور والبهجه صراحه. شراحه صحيح. عسى الله يحفظكم ان شاء الله ويعطيكم الصحه والعافيه، والمقدمه جدا جميله. شكرا لك. خليني اقول لك شيء، قد يكون السلوك مثل ما تفضلتي استاذه انه هو اللي يكون السبب الرئيسي في تغير اسلوبنا وجسدنا وتضاعف مضاعفات المرض عندنا او الاصابه بعده امراض. كثير من الناس عندهم مفاهيم خاطئه مثل ما تفضلت استاذ عبد الرحمن، انه يكون عنده ياخذ المعلومه من مصدر غير صحيح. ودي اقول للمشاهدين الكرام هذه معلومه مهمه جدا، احنا اليوم بالكويت تقدر تحصل المعلومه من مصدرها بشكل سهل جدا. يمكن قد نتمتع احنا في دوله الكويت بميزه معينه انك توصل للدكتور بدقائق. انت اليوم تقدر توصل للدكتور في القطاع الخاص بسرعه، تقدر توصل للدكتور في القطاع الحكومي في المستوصف والمستشفيات بسرعه، تقدر تاخذ المعلومه من ما شاء الله اطبائنا موجودين في التواصل الاجتماعي بكثره. وزاره الصحه مو مقصره في معلومات اللي تعرضها في وزاره في مواقع التواصل الاجتماعي بكل المنصات الموجوده. فبالتالي انا اجد ان لا يوجد سبب مبرر لانك تاخذ المعلومه من شخص غير مؤهل او غير كفء لانه يعطي المعلومه الطبيه، وبالتالي تاثر على نفسك. ودائما اقول حق مرضاي، تبي تصير انت حق التجارب، هذا بالنهايه اختيارك، فالافضل انك ما تكون حق التجارب وانك تلتزم بانك تاخذ المعلومه من مصادرها الرئيسيه. الان نرجع للسؤال اللي تفضلت فيه، الكوليسترول والاملاح في مصطلحين مختلفين، وكل مصطلح له تشعبات في المجتمع. فدينا حق الكوليسترول، فالكوليسترول هو احنا نسوي الكوليسترول او الدهون خلينا نقول اللي في الدم، والكوليسترول جزء من الانسان اللي يحتاجه. يعني الانسان يحتاج الكوليسترول في جهازه في جسده، الكوليسترول يدخل في بناء الخليه، الكوليسترول يدخل في بناء الهرمونات مثل التستوستيرون والبروجسترون عند النساء والرجال، الكوليسترول يدخل في فيتامين د، يدخل في المناعه. فاحنا نحتاج الكوليسترول، لكن مشكلتنا اذا زاد الكوليسترول عن المعدل الطبيعي. لما تروح عند الطبيب راح يسوي لك فحص ويسوي لك ما يسمى بالليبيد بروفايل اللي هو مجموعه الدهون الموجوده في الدم. وهذا تنقسم الى عده امور: كوليسترول، الدهون الخفيفه ال دي ال، الدهون الثلاثيه ترايجلسرايد، او الدهون الثقيله مثل اتش دي ال. راح ندخل فيها بالتفاصيل. نيجي على الاملاح. الاملاح هذا المصطلح اللي موجود في المجتمع ودائما اجد فيه كلام كبير انه لا تاكل لحم. صحيح. اللحم يزيد الاملاح. هو الاملاح نقسمها الى نوعين، في الاملاح وفي اليوريك اسيد او حمض اليوريك. حمض اليوريك هذا اللي يسبب مشاكل مثل امراض النقرس والمشاكل اللي تكون في المفاصل. اما الاملاح والمعادن فهذا موضوع مختلف، لان الاملاح والمعادن تشمل الصوديوم، املاح صوديوم، املاح كالسيوم، املاح البوتاسيوم، فلها دلالات اخرى. فهذا تعريف بس مختصر للمصطلحين علشان الساده. انا قلت لك على الكوليسترول ترى عندي مسوي فحص، فانت قاعد تقول كلام قاعد ادور على الحروف. دكتور غانم، الكوليسترول دائما يسمع ضار ونافع. صحيح. يعني وكثير منا يجهل. صح. يعني شنو ضار وشنو نافع، ومتى يكون هذا الكوليسترول ضار؟ نعم. وشنو فوائد النافع؟ تمام، ممتاز، كلام جدا سؤال مهم. الكوليسترول احنا لما نسوي الفحص نشوف اربع ارقام او اربع فحوصات بالنسبه للدهون. نعم. نشوف الكوليسترول، ونشوف الدهون الثلاثيه ترايجلسرايد، ونشوف ال دي ال لايبو دنسيتي لايبو بروتين، ونشوف ال اتش دي ال هاي دنسيتي لايبو بروتين.
ال HDL هو الدهون النافعه اللي اسمها HDL. فعبد الرحمن اذا شفت الفحوصات مالتك راح تشوف حرف ال HDL وهذا التطبيق عملي استشاره طبيه بالمجان فرصه لكن هذا في اسرار مريض فانت اللي سامح لي يعني نسولف عنه فاجدل بدون تقول ارقام الاحمر اذا صار الاحمر HDL فهذا زين لان الدهون ال HDL هي الدهون النافعه وظيفه ال HDL ياخذ الدهن اللي مو زين في الجسم ويوصله الى الكبد للتخلص منه فكل ما صار ال HDL عالي فوق الرقم 1 1 1.5 2 هذا مفيد للانسان اما ال LDL والتريجلسرايد والكوليسترول فهذه الارقام اللي ودنا تكون نازله وهنا ينقسم المرضى الى قسمين اساسيين في ناس من المرضى أو من الناس خلنا نقول عندهم عوامل تكون جلطات فنحاول نخفف من هذا المعدل وفي ناس ما عندهم عوامل تكون جلطات وهذا ممكن نتفاعل معهم ونتعاون معهم بحيث أنه ما يصير عندنا علاج قوي عليهم نعطيهم فرصة في التداوي لكن الكوليسترول والدهون الثلاثية والدهون الخفيفة LDL هذه من الأشياء الضارة في جسم الإنسان هي ليش ضارة في جسم الإنسان؟ إحنا نحتاجها مثل ما قلنا الكوليسترول نحتاجها والدهون هذه كلها نحتاجها لكن زيادة هذه الكمية من الدهون داخل الجسم تفتر داخل الجسم وين تروح؟ تروح أماكن مختلفة تتراكم في أعضاء الجسد المختلفة بس أهم شيء يهمنا أنها تكون ما يسمى بالتصلب بالشرايين شنو يعني تصلب بالشرايين؟ الشريان عبارة عن بايب صحيح البايب هذا مفتوح الدهون اللي صار معدلها عالي تي عند جدار الشرايين وتتراكم نعم. مع مرور الوقت نعم. مثل ما شايف صور مع مرور الوقت نعم. هذا التفاعل يجي جهاز المناعه ويحاول يتخلص من هذه الدهون من الجدار فشي يسوي يروح يهاجم الدهون ويبدا يمتصها بخلايا خاصه اخذنا لقطات للتغذيه يعني الافوكادو من الانواع من انواع يعني شكرا مخرجنا يعني حطيت لنا هذه اللقطات الجميله اللي هو غذائك علاجك دكتور بس هو افوكادو من محل عصير اللي كله شكر و لا لا لازم تاخذ افوكادو الهيلثي يعني الناس يروحون مع العصير يقول اعطني افوكادو اي طبعا بس بدون خذه بدون عسل احسن نعم يسكر يسكر الشرايين وتقوم هذه الخلايا المناعه تاخذ هذه الدهون فتسميها نسميها فوم سيل شفت الفوم تصير نفس شكل الفوم وتتراكم مع مرور الوقت احنا نتكلم على وقت سنوات نعم. مع مرور الوقت هذا البايب يصير اضعف او يضيج لان تتراكم الدهون عليه الى ان تحدث امرين اما ضيق شديد في الشريان او تنفجر هذا البوابه مالت الجدار ويصير تتكون جلطات او ما يسبب الكلوت وهذا هني تصير المشكله اذا صارت في شرايين القلب لان شرايين القلب صغيره او اذا صار في الدماغ شرايين دماغ صغيره او ممكن يصير في الجهاز الهضمي تصير عندك في الامعاء جلطه او يصير عندك في الكبد او يصير عندك في الكلى فبالتالي الجلطه ممكن تحوش باي مكان وهذه بسبب تراكم هذه الدهون خلال سنوات وبالتالي احنا دائما ننصح حسب ما تقول لنا المنظمات الصحة المختلفة من الدول المتقدمة مثل الجمعية الأمريكية للقلب إن ننصح اللي أعمارهم بين 20 سنة إلى 39 سنة إنه لازم يعرف معدل الكوليسترول ماله معدل الدهون ماله والواحد يفحص يعني ما يفحص ما يهمل نفسه هذا من الثقافه الطبيه صحيح. بعد الأربعين سنه لازم تفحص يمكن كل سنه او كل سنتين على حسب الدكتور شنو يقول لك لكن خليني اقول لكم معلومه في الدول المتقدمه مثل امريكا مثلا والشعوب المتحضره وعندها لقوا ان اكثر من 47% من الناس المصابه بالجلطه ما يعرف كوليستروله لانه ما عمره سوى فحص وبالتالي نشر الثقافه الطبيه بانك انت تعرف شنو معدلات الكوليسترول بدري افضل فأشكركم كوزارة الإعلام بصورة خاصة ولكم أنتم بصورة مميزة جدا في عرض هذه المعلومات للمشاهد أن نبي نوصل هذه المعلومة للجميع أنه يجب أنك أنت تعرف شنو أرقامك مبكرا لأن تذكر أن ارتفاع الكوليسترول والدهون ما في أعراض فأنت عندك خط أحمر كلهم حمر بس ما عندك أعراض أنا متأكد صحيح دكتور للمشاهدين وهذه المعلومة مهمة هل هناك يعني بعض الأكلات فواكه ناكلها اليوم عشان نقي أنفسنا من نعم هذه الأمور. شوف احنا نقول دائما الغذاء هو اساس الانسان والغذاء عامل مساعد لكن ايضا الكوليسترول ممكن يرتفع باسباب ثانيه ما لها شغل بالغذاء لكن خلينا نتكلم على الغذاء احنا نقول ان في مواد او
بعض انواع الاكل الاطعمه اللي المفروض انك تتجنبها عشان لا يزيد عندك الكوليسترول، منها الوجبات السريعه، الاشياء اللي فيها دهون عاليه. الدهون احنا نقسمها الى دهون ساتشوريتد وان ساتشوريتد، دهون مشبعه ودهون غير مشبعه. احنا ما نحب الدهون المشبعه، نحب الدهون الغير مشبعه. نسمع يقولون الربيان كوليسترول كوليسترول. نعم الربيان عليه كان دراسات كبيره في السابق ان كوليستروله كان عالي، لكن وجد ان الكوليسترول ماله مو بالاثر اللي يدخل الانسان او يسبب له مضار، فبالتالي اكل الربيان ما عندك مشكله. الشيء الثاني ان الخضار والفواكه هي المهمة. كل ما كان مصدر غذائك فيه خضار وفواكه مثل الأفوكادو، البروكلي، الأناناس، الكيوي، هذه كلها مواد أو أكل وخضار وفواكه مفيدة لجسم الإنسان، تخفف وتساعد الإنسان أن يتخلص من الدهون. الكركديه حق الضغط أكثر من الكوليسترول، لكن الكركديه أيضا من الأشياء اللي نشجع عليها. طالما طريت الكركديه ترى مشاهدينا اذا كان حار يفرق اذا كان بارد، يعني لا تشربون شيء عشوائي. المعلومات صحيحه. دكتور غانم بسالك، يعني للاسف شوي الوقت يعني بدا يدركنا، اليوم الاعراض بالامراض تتشابه. دقات القلب تزيد، تورم بالقدمين، انتفاخ بالجسم. انا شلون اعرف ان انا عندي كوليسترول مرتفع ولا عندي الاملاح مرتفعه؟ نعم. وسبب تشابه الاعراض؟ اكيد اول شيء اي انسان يشعر ان عنده مشكله يجب ان يرجع الى الطبيبه للتشخيص. نعم. وهذا اهم شيء. لما تيجي عند الطبيب فانت مهم جدا ان الطبيب ياخذ منك تاريخ مرضي. نعم. فالدكتور راح يسالك اسئله وهذه قد تتطلب وقت كبير، فالاسئله كثيره، كل سؤال يسالك يا دكتور ترى له مقصد ولا اهميه. نعم. فانت كل ما كنت صادق مع الطبيب في الاجابه كل ما توصلنا الى التشخيص بشكل اسرع. نعم. الان اذا صارت هناك بعض الاعراض، مثلا اذا صار عندك عوار داخل المفاصل، فغالبا هذا بسبب تراكم كريستالات اليوريك اسيد واللي هي الاملاح اللي نعم. تزيد في المفاصل وتسبب لك المشاكل. لكن اعراض الكوليسترول بصوره عامه ما في اعراض واضحه، لكن مرات نشوف على المريض تغير في الجلد، يكون عند عينه تحت الجفن او يم الجفن يكون لون ابيض او بقعه بيضاء. نعم. شويه مرتفعه. بالضبط. مشاهدينا نفسي مرات يصير هذه احد الاعراض اللي تصير. دقات القلب السريعه دكتور مو دلاله؟ النبضات السريعه مو دلاله، لكن النبضات السريعه لها عده دلالات اخرى. ممكن تكون اشياء بانيك اتاك، ممكن تكون مشكله في عدم انتظام في نبضات القلب، ممكن تكون لا سمح الله اعراض الجلطه، ممكن تكون لا سمح الله اعراض عدم في مشكله في الاملاح المعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم. فلها دلالات اخرى لكن ما تكون لها دلالات في موضوع الكوليسترول. وبالتالي الاعراض المريض دائما لا تنتظر تصير عندك اعراض. انا دائما انصح المريض لا تصير عندك اعراض بعدين تروح راجع قبل يصير عندك اعراض، لان الوقايه خير من فعلا. قبل ان نختم معاك دكتور في موضوع مهم لازم نتكلم عنه اللي هي الاوميجا 3 ودرجاتها وارقامها وعلبها ومنتجاتها وشركاتها والكلام الكثير عنها، نبي رايك فيها. شوف طالما بنختم هذا خلينا نقول لك زيت السمك اوميجا 3 موضوع مهم جدا، وشكرا على اختيارك لهذا الموضوع وختمت فيه. الاوميجا 3 او زيت السمك خلينا نقول، ما بدخلك في تفاصيل، بعطيك باختصار. اليوم تغيرت الدراسات بالأوميجا 3. اليوم احنا نقول ان الأوميجا 3 احنا هذا الأوميجا 3 في السابق كنا نرى انه يخفف من الكوليسترول ومعدلات ارتفاع كميات الدهون في جسم الإنسان، فكنا ننصح او كانت بعض الأطباء ينصحون بأخذه. ما كانت الصورة واضحة في ذلك الوقت، اليوم تتضحت الصورة اكثر بوجود الأبحاث العلمية المتطورة بشكل واضح ان الأوميجا 3 الفيش اويل يحتاج انه يكون تحت متابعه طبيه، ما يصير تاخذه وتاكله على كيفك لانه يسبب وجد انه يسبب عدم انتظام في نبضات القلب، يسوي اتريال فيبريليشن، ويسوي ايضا ممكن نزيف في جسم الانسان. نزيف؟ نزيف نعم. نزيف وين دكتور؟ في اماكن متعدده، ممكن يجي في الراس، ممكن يجي في اي مكان في الجسم. الاوميجا 3 الاوميجا 3 فبالتالي لازم تاخذه تحت اشراف طبي. اليوم احنا يمكن ما ننصح بالاوميجا 3 بدرجه كبيره، يكون تحت ناس سبيشل بس معينين من المرضى اللي يحتاجون الاوميجا 3. انا اشوف وايد ناس قاعد تاخذ اوميجا 3 اوفر ذا كاونتر، ولذلك هذا في ناس يوميا دكتور يعني انصحهم انه يتوقف عن الاوميجا 3. نعم. ويبدا يراجع الدكتوره للاستفسار اكثر، ولا حق النادي اللي يسوون تمارين رياضيه ولا مفاصل ولا الافضل ابتعاد عن الاوميجا 3 حاليا. نعم. دكتور غانم سالم استشاري امراض باطنيه وجهاز هضمي، شكرا لك، يعني وضحت لنا بعض المعلومات المغلوطه وركزت على الغذاء، ودائما نقول غذائك دوائك، غذائك دوائك. مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحراره يا عبد الرحمن، اللي انت دائما تقول حر وغبار والويكند دايم عندك مخترب وسبب درجات الحرارة مرتفعة، لكن اليوم نتفق جميعا أن لأشعة الشمس فائدة، وإحنا بعد عندنا فيتامين دال نازل، ولكن أكيد فيها فوائد أخرى في جوانب ثانية من حياتنا.
اليوم الصيف ما كفى الوقت يعني، انا ودي اسولف مع دكتور ان شاء الله لنا اكثر، ونبي تحت الهواء ان شاء الله اسولف معك اكثر ان شاء الله، لقاء ثاني ان شاء الله. نعم. دائما تفيدنا وتزيدنا بالمعلومات. نعم. عندنا تقرير راح نتكلم فيه عن الصيف وحراره الصيف وكيف ننتقي المشروبات الصيفيه اللي تبرد علينا حراره الجو. نشوف وياكم. شوف.